معنا عبر الهاتف الآن الأستاذ أحمد عجلان، عضو مجلس إدارة نادي سموحة. يا فندم مشرف ومنور، تحياتي. أهلا بحضرتك، إزاي صحتك؟ منور الدنيا. بداية كده عايز أعرف إيه موضوع الكابتن طارق العشري؟ أنا كنت شايف في استقرار مع الكابتن طارق العشري، وبدأت الأخبار خلال الأيام الماضية سيرحل الكابتن طارق العشري، سيبقى الكابتن طارق العشري. إيه الوضع بالنسبة للكابتن طارق؟ لا، كابتن طارق قولا واحدا موجود ومكمل وعنده بكره مباراه فاركو، ان شاء الله ربنا هيكرمه ونكسب باذن الله وربنا يوفقه. وكابتن طارق مكمل ومدعمينه وفي ظهره ومستقرار، كله تمام. بس ما كانش فيه كلام انه يمشي اصلا، عشان الكلام انه الكابتن معين الشعباني اتقال انه جه مصر وكان في مفاوضات معاه، وبعد كده اعضاء مجلس الاداره كان رايهم ان الكابتن طارق يكمل. حصل. ان كان باشمهندس فرج كان عنده وجهه نظر تحترم من وجهه نظره، انه كان عايز يعمل تغيير حاليا لموقف الفريق، ان احنا يعني عندنا 11 نقطه، وان كان خايف من ان الفريق يعني يحصل له دروب، فكان حابب ان هو يغير كفكره من ناحيته وانه يجيب كابتن معين، ومع احترامنا ليه طبعا، لكن احنا غالبيه الاعضاء في المجلس اتفقوا لا على تجديد الثقه في كابتن طارق. وقعدنا مع الباشمهندس فرج واقنعناه ان كابتن طارق لسه الفرصه موجوده، وان احنا لسه يعني بدري على ان احنا نحكم على الفريق من دلوقتي. واخد بال حضرتك؟ خاصه ان الكابتن طارق السنه اللي فاتت لو تتذكر كان مستلم طلائع الجيش، وكان عدد نقاطه قليله، وانهى الدوري مع طلائع الجيش في المركز الرابع. وهو ده اللي كابتن طارق اسم كبير، مش انا محتاج ان انا اتكلم عنه طبعا. يعني هو اكبر من كده بكتير. فعشان كده احنا دعمناه وقلنا للباشمهندس فرج، كلنا نائب الرئيس الدكتور عمر غنيمي واحنا الخمسه اعضاء مجلس الاداره، قلنا له ان احنا يعني بنجدد الثقه في كابتن طارق، ومفيش حاجه تستدعي طريقه ان احنا نغير دلوقتي. صحيح. طب ما نخلينا في الاستقرار زي ما حضرتك بتقول كده. صحيح. ان ندي راجل فرصه، هو محتاج لعيبه، لا طب ندعمه بلعيبه احسن من ان انا اغير المدير الفني. صحيح. وده اللي احنا اتفقنا عليه، ان السياسه تبقى كده. صحيح. نغير اللعيبه، نجيب لعيبه، ندعم في الانتقالات، نديله القماشه نطورها له، وبعد كده اقدر احاسبه، لكن مش احاسبه وانا مش مدعمه بلعيبه يعني. صحيح. انت كان عندك ظهير ايمن، هو يمكن كان من افضل ظهراء الجنب في الدوري المصري، خالد عبد الفتاح اللي انتقل الى النادي الاهلي. هل في تعويض لخالد موجود في تشكيله الفريق؟ هل انتوا اشتريتوا لعيب او بتتفاوض مع لاعب في نفس المركز؟ ما بنشتريش يعني. النادي سموحه سياسته احنا وشبت بشوية فرج مش بنشتري لعيبه، بيبقى في بقى بالتبادلات زي ما حصل كده في صفقه خالد، جالنا كابتن حسام حسن وجالنا زياد طارق كده، لكن بس ما بنشتريش لعيبه. ما انا فاهم، بس ما هو الاثنين دول مش في مركز خالد عبد الفتاح. انت بتتكلم على المركز. لا احنا عندنا سياسه برضه ان احنا بنعمل الدمج بين الخبره وبين الناشئين، فاحنا عندنا الحمد لله في مواليد 2001 و2002 ناشئين كويسين، فكابتن طارق يعني معتمد عليهم، وفي ناس في نفس الوقت في المكان يعني مش محتاج ان هو يبدل من بره. فانت مش محتاج خلاص يعني، الموضوع ده بالنسبه للكابتن طارق امان. هل في احنا كنا محتاجين فرويد، والحمد لله طبعا حسام حسن ان شاء الله يعني املنا فيه كبير، وهو ان شاء الله يقدر يسد الحته دي باذن الله يعني. طيب عظيم جدا. هل في صفقات اخرى على سبيل الاعاره الفتره اللي جايه، ولا انتوا كده خلاص القائمه مكتمله مش هيبقى فيه لاعبين جدد؟ لا اعتقد هو حسام وزياد، وكان في الصفقه اللي اعلن عليها الباشمهندس امبارح بتاعه احمد الشيخ لغزل المحله، ان هو يجي لنا من السنه الجايه ان شاء الله انتقال حر يعني. طيب محمود شبانه مدافع الفريق مكمل مع سموحه ولا هيرجع الزمالك؟ إيه لسه والله يعني. دي حاجات مفاوضات دي بقى لسه يعني، مش حاليا يعني لسه. لسه فيها كلام يعني. باذن الله ان شاء الله. ما فيهاش تنفيذ يعني، ما فيهاش تاكيد. لكن كابتن طارق العشري انا باكد انه موجود معانا ومكمل معانا ومكملين فيه الثقه، وراجل محترم، وان شاء الله بكره ربنا يكرمه يا رب باذن الله في ماتش فرق ان شاء الله. استاذ احمد عجلان، عضو مجلس اداره نادي سموحه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. انا اللي بشكرك يا استاذ كريم، تحت امرك. اشكرك يا فندم.